السلام عليكم، مساء النور والسرور، أسعد الله مساءكم، مساء النصر والانتصارات والاستقلال والفرحة، وتعم إن شاء الله تعوم على كل الصحراء الغربية من حدادة لحدادة. على كل حال اليوم راح نتكلم على الأخ الفاضل السيد سيدي سيدي الفاضل محمد الراضي الليلي. أنا شفت بعض التعليقات ديال العياش العبيد الكلاب المتشردة اللي راهم يتكلبوا على راسهم، مثلا تعليقات ديال كريحانكو أو هذيك بنت الشاقور، بنت الشاقور اللي يسميها سيدي الفاضل محمد الراضي بنت الشاقور. بصح هادو أنا كي نقول لكم بأن هذا الشعب الفقير، الشعب الجيعان، الشعب المسخ، الشعب المغربي يتكلم على سيادو، بصح ما يعرفوش علاه. وين درسوا؟ درسوا في الكوارة ديال الحمير، على هذي خرج شعب حمير دواب الزوامل. بصح ما على بالهمش بأن سيدي الفاضل محمد الراضي الليلي قدوة لمن؟ للشعب الصحراوي، للشباب ديالنا، للشباب الشعب الصحراوي، للشباب الصحراويين. قدوة محمد الراضي، إنسان متربي، إنسان قاري، إنسان فاهم، إنسان مناضل، سمح في الخير اللي كان عنده في المغرب، يعني في الزريبة، يعني كان شغال صحافي، كان يشتغل صحافي في قناة المغربية. ونعرف بأن كي كان محمد الراضي سيدي الفاضل محمد الراضي الليلي صحافي، كانوا أكل يعني الشعب المغربي هكذا ويسمعوا له، لأن محمد الراضي كان سيدهم. هما كانوا هكذا يسمعون كي يجي في التلفزيون ويجي يتكلم في النشرة الإخبارية. واليوم داروا عليه، علاه؟ لأن محمد الراضي عمره مني صغر من الحار ولد، وخرج وخرج من كرش الوالدة ديالو ربي يحفظها ويطول لها العمر، وخرجاته للنور، كان يحس روحه باللي صحراوي، وإنه صحراوي وليس بمغربي. محمد الراضي قدوة، محمد الراضي قدوة. ولكن هذا كان الكروشار تاع طنطا نهار طول هو يشرب ويسطل وما على باش، يشرب في الكاشيات والمخدرات وما على باليش، ويجي يهضر على واحد لسيدو. وكان هذا كارحك، وكان يسمع ويتبع في النشرة الإخبارية ديال محمد الراضي الليلي. قدوة للشباب الصحراوي محمد الراضي الليلي، قدوة. وأحسن من كل مغربي أو مغربية، وأحسن حتى بالملك ديالهم. حتى شوفوا في العيب والعار، فضحونا في العالم، بهدلوا بالأمة العربية، بهدلوا، حوسوا يوصفوا الصورة ديال الإسلام، الدين الإسلامي والقرآن والعباد الصالحين. قدوة. ونعلموا بأن محمد الراضي كان لاباس عليه، خدام لاباس عليه، بصح سمح بالخير هذا من أجل وطنه. وشكون الوطن ديالو؟ الصحراء الغربية البوليساريو. ضحى بنفسه محمد الراضي، ضحى بأهله، ضحى بالولادة ديالو، ضحى بالزوجة ديالو من أجل حب الوطن ديالو. والوطن ديالو هو الصحراء الغربية البوليساريو وليس بالمغرب. المغرب ما عندهمش بلاد يا خوتي. المغرب شكون يكونوا اليوطي الفرنسي؟ فهمتوا يا خوتي؟ يجيو هادو الكلاب المتشردة المسخين، الفقراء، أولاد الدعان الراقية،
والسياحة الجنسية اللي راهم يجمعوا في العظام يهرسوا فيهم ما يوكل، كون جاي يستحي هذا المغربي هذا العبيد هذا العياشي للمالك تاعو باع الأملاك ديال المغرب واشترى قصور هنا في أوروبا وهرب من المغرب، خلاص راهو على فراش الموت، على حاشاكم راكم شفتوه ولا حاشاكم يوسخ على روحه ولا يبول على روحه، حاشاكم أعزكم الله. فهمتوا أخوتي؟ ما أنا ما تعرفوا، أنا تلاقيت بالسيد محمد الراضي اللي تلاقيت معه وتكلمت معه وصبرت معه، وكان عندي شارف كان يدير في اللايف في هذاك الوقت، كان يدير في اللايف وتكلم معايا وصورني معاه في اللايف ديالو، شارف كبير، كان شارف كبير مهلاقي السيد محمد الراضي الليلي المناضل القدوة الصحراوية، كان شارف كبير إنسان متواضع إنسان بشوش ما شاء الله عليه، زوين ما شاء الله عليه، وراكم تشوفوها في اللايفات ديالو ما شاء الله عليه، متربي دائما مبتسم مبتسم، التبسيمة تاعو هذيك زادت قهرت العياشة والعابد. تجي هذيك مثلا بنت الشاقور هذيك اللي راهي تمارس في الدعارة الراقية هنا في فيران، الله أعلم فيران، هنا في فرنسا فيران، وجيت تكلم على واحد سيدها اللي كانت تسمع له وتشوفه في التلفزيون، كيجي يتكلم محمد الراضي الليلي في القناة التلفزيون لا في النشرة الإخبارية، كانوا المغربيات وكلها استغفر الله يا ربي كلهم يتمنوا ما يتزوج بهم، كلهم كل المغربيين، واليوم قال لك راهو خائن، باش خائن؟ الراجل يناضل ويدافع من اجل الوطن ديالو، قال لك مناضل، وانت يا العيشي، وانت يا العبيد، يا المذلول، يا المنتن، يا الخالص، وشكون انت؟ وشنو انت؟ فهمتوا اخوتي؟ هذا هو، هذه هي الصورة ديال محمد الراضي الليلي، محمد الراضي الليلي بطل بالنسبة لي، بطل يضحى بأهله بخدمته بالعمل دياله بولاده بالزوجة دياله من أجل ما يقول كلمة الحق ويناضل من أجل الوطن دياله وهي الصحراء الغربية البوليساريو وعاصمتها العيون. قدوة محمد، قدوة، قدوة لمن؟ للشباب الصحراوي، قدوة للشباب الصحراوي. أنا بالنسبة لي هذا محمد الراضي الليلي قدوة، قل يقدر الله سبحانه وتعالى يموت وإحنا كلنا نموت على كل حال، يبقى غير وجه ربي سبحانه عز وجل، يموت شهيد، هذا شهيد، هذا بالنسبة لي شهيد اللي راهو ناضل وسمح في الخيارات اللي كانوا عنده وسمح في المال اللي كان عنده وسمح في العمل ديالو من أجل ما يقول كلمة الحق، حفظه الله ونصره سيد الفاضل محمد الراضي الليلي يا خالد، قدوة، قدوة محمد الراضي، ضحى بدنيا، ضحى بحياته أكل من أجل كلمة الحق وهي عاشت الصحراء الغربية البوليساريو وعاصمتها العيون. تحياتي سيدي الفاضل محمد الراضي الليلي، وعاشت الصحراء الغربية وعاشت الجبهة الديمقراطية الشعبية الصحراوية لتحرير وادي الساقية الحمراء ووادي الذهب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.